برضه مع نجيب ويماني ونكمل ارقامنا. نجيب اتفضل او يماني اتفضل. نكمل بقى الاستحواذ، احنا اتكلمنا عن الدفاع، دي حالات الاستحواذ او ارقام الاستحواذ الخاصه بالثلاث مديرين فنيين سواء كارتيرون او موسيماني او خالد جلال. لو هنبص على متوسط الاستحواذ هنلاقي الزمالك متوسط استحواذه 56%، والمناسبه الرقم ده زاد مع ماتش سيراميكا، لغايه اخر ماتش سيراميكا كان الاهلي افضل في نسبه الاستحواذ. طبعا البنك الاهلي 51%، بالمناسبه ده رقم جيد جدا لفريق كان مستواه متوسط في الموسم اللي فات والموسم ده بيأدي بشكل جيد جدا. فقد الكوره، الزمالك اكتر فريق بيفقد الكوره ب 188 فقد للكوره، الاهلي اقل فريق 170 للفقد للكوره، وبالتالي ده يورينا ان الاهلي شويه بيقدر يمسك كوره بشكل افضل. فقد الكره تحت ضغط، الاهلي بقى بيفقد الكره تحت ضغط، هو افضل فريق في فقد الكره تحت ضغط، وطبعا البنك الاهلي هو الاقل والزمالك فيه او كارتيرون فيه المتوسط. دقه التمريرات الاهلي 83% والزمالك 81%، ودقه تمريرات البنك الاهلي 78%. طيب قبل ما اخش نجيب الـ 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 الارقام دي تدل ان كارتيرون اكتر استحواذا، هو حسب الارقام اكثر استحواذا، لكن انا بالنسبه لي الاستحواذ مش اساس الفوز، لان البدايه بتختلف من طريقه الكواليتي بتاعت اللعيبه وطريقه اللعب والخطه الشكل عامل ازاي. في الكره الحديثه ان دايما الاستحواذ مهم يا سيف، وده اول وسيله للدفاع، ان انت طول ما انت معاك الكوره مفيش حد يجي عليك، فده وسيله للدفاع. ولكن لو انت عملت احصائيه على الفرق والفوز والنتائج هتلاقي ان الاقل استحواذا بيبقى نسبته اعلى في الفوز. ليه؟ ان هو دايما الكوره بتبقى في ملعبك، بيبتدي يلعب كوره بسرعه، بتبقى حسب شخصيه المدرب، حسب طريقه اللعب، ممكن العب 3-4-3، ممكن العب قصدك استحواذ ايجابي واستحواذ سلبي، حسب بالظبط، حسب عدد نص الملعب. لو حطيت عدد نص ملعب كتير جدا الاستحواذ هيبقى كتير، ان انا مقسمهم ومقلل العدد الهجومي، حسب كل طريقه لعب. فالاستحواذ زي ما انت بتقول في ساعات استحواذ سلبي استحواذ ايجابي، لكن الهدف في الاخر الوصول الى المرمى بطرق مختلفه، سواء عرضيات او تصويب او حتى انفرادات، ان انا اخلق مساحات. صح نجيب، يعني من كلام كابتن فضل عن الاستحواذ الايجابي والاستحواذ السلبي في الهجوم، من خمس معايير مقارنه 3 الاهلي افضل فيهم، و2 البنك الاهلي افضل، الزمالك مش افضل في ولا معيار مقارنه في الامور الهجوميه، كارتيرون طبعا محتاج يراجع نفسه، ودي اخر حاجه قبل ما ندخل على الحالات الفنيه. طيب الحالات الفنيه هنتكلم عن كل مدير فني في مجموعه من الحالات بشكل سريع، ايجابيات كارتيرون، سلبيات كارتيرون، ايجابيات موسيماني وسلبيات موسيماني، ثم نتكلم جزء عن خالد جلال. فنبدا بكارتيرون، الزمالك من ثاني افضل فريق في الدوري في لعب الكرات العرضيه. لو نبدا نشوف الفيديو هنبدا نلاقي كده الفيديوهات وهي شغاله كده معانا، نبدا واحنا بنتكلم عليها. الزمالك دايما بيلعب الكره العرضيه، بتلاقي دايما في 2 وعدد قليل جدا جوه المنطقه، ما بيكونش وضعيتهم بتسمح للكرات العرضيه. في الفيديوهات دي هنشوف الكرات العرضيه سواء ايجابي او سلبي، اذا وموجود زيزو الزمالك بيجيد جدا في الكرات العرضيه، اذا فقد زيزو في ناحيه اليمين الزمالك لا يجيد في الكرات العرضيه. ده بيورينا ان الزمالك عنده نقطه قوه في ناحيه الكرات العرضيه، دايما اغلبها ناحيه اليمين من ناحيه زيزو. هنشوف كل الحالات اللي بنشوفها دي هي حالات عرضيه ناحيه زيزو، سواء بتلعب الناحيه الثانيه وترجع دي لمصطفى فتحي ويبدا انه يشوطها وجت فوق العارضه، سواء كان زيزو مش موجود فبالحاله دي مصطفى فتحي بيلعب برجله الشمال الكرات العرضيه. الكرة اللي حالها برضو اللي بعدها هنشوف برضو نفس الفكرة، كرات عرضية هتكون عن طريق زيزو من الناحية التانية. كل الحالات دي حالات عرضية، زيزو بيلعب ناحية الشمال برضو بيلعب برجله اليمين كرات عرضية، وعمر السعيد لعب بالهيد لكن جت في للزنفلي. يعني انت معنى كلامك ان انت عايز تقول ان الزمالك لو افتقد زيزو افتقد العرضيات؟ بالظبط، الزمالك لو افتقد زيزو في ناحية اليمين افتقد العرضيات، وده الوقت الحالي ان بن شرقي مش موجود ناحيه الشمال مثلا على سبيل المثال، وبالتالي زيزو بيضطر يلعب شمال، فبالتالي بتفتقد عرضيات من ناحيه اليمين. فدي الجزء الاولاني في ايجابيات كارتيرون. اتفضل. لا الارقام كويسه طبعا، زيزو دايما انت لو جيت بصيت على حتى هدافي الزمالك هتلاقي ان عمر السعيد لعب ماتشات قليله بس جايب تقريبا 3 اهداف او هدفين، ومصطفى فتحي ثم زيزو. العرضيات مهمه، زيزو اساس عبد الشافي، لكن في الاخر الارقام كويسه بس مش اساسي يا سيف. دقه التمريرات، يعني هقول لك على حاجه، مثلا حسب الاحصائيات لو في فيرود زي مصطفى محمد في العرضيات الزمالك كان يجيب اهداف كتير، ولازم يبقى في معاه فولس سترايكر حد 2 اللي هو مثلا اوباما لازم يبقى هو على الجون. طب هل بيستفيدوا بالكلام ده؟ لا، يبقى انت ممكن تعدل الطريقه. صح، يعني زي الاهلي، الاهلي مثلا لو عمل عرضيات هتلاقي ان انت عندك محمد شريف هو بيلعب بدماغه ولسه ريسنتلي ابتدى يلعب بدماغه كويس. طب هل في فيرود زي فلافيو مثلا، زي عماد متعب قبل كده، زي احمد بلال، زي حسام حسن؟ فانت بتبني طريقتك على حسب الكواليتي بتاعت اللعيبه بتاعتك. صح، هو ده اللي انا بتكلم معاه في الارقام. نجيب، سلبيات الزمالك
سلبيات الزمالك اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت يا كابتن سيف كده بشكل سريع. الزمالك بيلعب بخمسه في الحاله الدفاعيه وخمسه في الحاله الهجوميه. اوقات كتير جدا بنلاقي ايه؟ بنلاقي حد زي طارق حامد في الحاله دي موجود بشكل زياده. لو هنبدا نشوف اللقطه ازاي الزمالك بيتضرب في الحالات دي بشكل قوي جدا في نص الملعب. ده الفرصه الاولى للبنك الاهلي من ناحيه اليمين. بنلاقي ان في 4-4. لو بصينا في الناحيه دي هنلاقي ادي 1 2 3 4 اربع لعيبه موجودين من البنك الاهلي على اربع لعيبه من الزمالك. وبالتالي ده في الكوره ما ينفعش تسيب 4-4 بالشكل ده. الكوره دي اتكررت مرتين، دي المره الاولى واللي لم يوفق فيها فريق البنك الاهلي. اتلعبت ناحيه اليمين ونشوف تحركات محمد هلال الممتازه جدا. تتلعب الكوره بالعرضيه ومحمد هلال يعني سرق المتلوتي زي ما بنقول كده واتلعبت الكوره بالهيد. المره الثانيه الزمالك اتقطعت منه الكوره بتكرر كتير جدا، بتقطع طارق حامد بيكون متاخر لقدام، بتبدا الكوره تتقطع بيبقى فيه 3-3 وقدر البنك الاهلي في الكوره دي برده محمد هلال سبق طارق حامد بشكل قوي جدا واضح جدا، قدر انه يسجل بسبب ان الضغط الاساسي للزمالك كان زياده العدد اللي قدام. الماتش ده اللقطه دي اتكررت تاني في ماتش الاسماعيلي بشكل واضح جدا. وهنشوف لقطه هنا بقى يعني ايه زي ما بنشوف افلام الكرتون، لقطه زي دي كده بس لقطه زي دي كده شايفين خمس لعيبه من الزمالك مع شكري نجيب، فتمركز الزمالك الدفاعي ما بيكونش بشكل جيد، بيتضرب. ادي خمس لعيبه باص واحد اتضربوا واتلعبت ناحيه اليمين لعبد الرحمن مجدي قدر انه يدخل وسدد ولكن عدد بجوار القائم. اتكررت برده في لقطه تانية التمركز الدفاعي بالنسبه لنادي الزمالك في لقطه نفس الكلام، الكره اتقطعت من نص الملعب برده، طارق حامد زاد لقدام هتلاقي برده الزياده في وسط الملعب. اتلعبت ناحيه الشمال امام عاشور متاخر في التغطيه، هتلاقي دايما في زياده من الاسماعيلي على الاطراف وبتتلعب الكوره للي جاي من ورا شيلونجو، اتلعب التاني اللي جاي من ورا برده فاضي تماما. وده كان بالمناسبه عبد الله جمعه كان باك يمين في الماتش ده ما ادوش بشكل جيد. الكوره دي برده بتورينا ان حتى في رميه التماس يعني حتى في رميه التماس الكوره اتلعبت المره دي باير المحمدي عمل حاجه يعني سهله جدا في الكوره. انت واقف كده اهو خدت الكرة وجريت، يعني حتى انا ما بصيتش الكرة، انا خدت الكرة وقطعت بيها وعديت خطوط كتير جدا ومحدش ضغط عليا. اتلعبت الكرة لاحمد مصطفى في وسط الملعب برده، طارق حامد هو اللي بيجري وراه، طارق حامد بيقطع كل حتة في وسط ملعب الزمالك لان امام عاشور مش بيأدي الاداء الدفاعي بشكل جيد، هتلاقي طارق حامد هو اللي دايما على طول مع الكرة. دي كده الحالات السلبية. طيب ايجابيات سريعا بقى، ايجابيات موسيماني وسلبيات موسيماني يا نجيب. اول حاجه في ايجابيات موسيماني طبعا هو البيلد اب او الاستحواذ اللي النادي الاهلي بيقدمه والطريقه الطلوع بالكوره من تحت واضح جدا في الهجمات. قفشه مكان قفشه تحديدا نزول قفشه على الشمال عشان يقدر يربط مع ديانج والسوليه، يمكن ده الهدف اللي جابه النادي الاهلي في الزمالك الهدف الاول، وازاي تبادل الكرات ما بين الثلاثي. وطبعا كان فيها استغلال لمشاكل الزمالك في عمق الملعب اللي اتشرحت في الهجمه او في الصوره الفيديو اللي قبل كده. النادي الاهلي بيكرر نفس الحاجه دي اكتر من مره هنتفرج عليها في اللقطات اللي بعد كده. نفس الشيء قفشه جنب معلول وبين معلول والسوليه وبعدين معلول يطلع المهاجم. الفيديو اللي بعده عندنا الضربات الركنيه الخاصه بالاهلي. اهم ايجابيات اهم ايجابيات الاهلي الموسم ده موسيماني بيعمل يعني عظمه صراحه في الضربات الركنيه. بيعمل ايه؟ بيخلي اتنين يقفوا يلعبوا الضربه الركنيه فبيضطر الخصم انه يسحب منه اتنين هنا تمام، ويوقف اتنين على حدود المنطقه فبيضطر انه يوقف اتنين من المقاولين على حدود المنطقه، ويوقف خمسه قصاد بعض في الحته دي كده، وبالتالي بيقلل عدد كبير من الخصم في الضربات الركنيه. هنشوف بقى حالات ورا بعض للضربات الركنيه بتورينا قد ايه ان موسيماني بيوقف اتنين وبيلعب كرات عرضيه وبيوقف خمسه بخط واحد وبيقلل عدد المنافسين اللي موجودين جوه الخصم جوه منطقه الجزاء وبيوصل باكتر من كوره. دي في ماتش المقاولين الحاله الاولى اللي بعد كده قدر الاهلي انه يسجل فيها في مرمى المقاولين. دي حاله ثانيه دي اللي اتسجلت هدف، دي اللي اتسجلت نفس الكلام اتنين واقفين بره المنطقه شبه اللي قبليها بالظبط، اتنين واقفين بره المنطقه بيسحبوا اتنين برده هم واقفين اهو زي ما هنقول واقفين زي قطر كده او صف قدام الزمالك، مجرد ما الكره بتلعب واقفين اتنين فالزمالك بيضطر يطلع اتنين تلعب الكره العرضيه برده جوه منطقه الخصم. برده نفس الكلام اللقطه اللي شفناها دي برده ماتش البنك الاهلي برده اتنين واقفين بيسحب اتنين واتنين واقفين على حدود المنطقه وبيقفوا برده قطر او صف واحد تلعب الكره العرضيه وقدر الاهلي ان هو بيقدر يسجل خطوره. اتكررت وراها على طول بعدها بدقيقتين نفس الكلام بتتلعب الكره على الجنب وبرده بيكونوا واقفين صف واحد جوه المنطقه.
نفس الكلام برضو مباراه البنك الاهلي ده عشان نورينا ان دي مش صدفه، يعني الموسيماني بيعملوا ده مش صدفه، برضو اللعيبه بتقف صف واحد بتلعب كره عرضيه والاهلي بيحاول ان هو يوصل. ده بالنسبه للحالات الايجابيه. طيب قبل ما اشوف، لان وقتي ابتدى بيجري بسرعه، فضل رايك في ايجابيات كارتيرون سلبياته وايجابيات موسيماني سلبياته. حلو جدا جدا، الحالات دي حلوه جدا جدا. الترانزميشن في بكرم على نادي الزمالك من الهجوم للدفاع بطيء جدا، هو جاب لنا حالات كلها واضحه جدا، ف حاله حلوه قوي دي، اي مدرب يقدر يبني عليها. موسيماني لقطه مميزاته الكور الثابته ما تتحفظ، مهمه جدا، وبعدين بيعمل حاجه بيخلي ان انت عندك بيقلل العدد جوه ال 18 وبيخلي فرقتك جايه من الحركه، فانت صح. عندك في بدر مميز جدا، عندك حمدي فتحي مميز جدا، محمد شريف مميز جدا، فبيقدر يجيب. فاللقطتين دول لاي مدير فني لو اتحط العلم بقى والارقام دولت حلوين قوي قوي. طيب افضل فريق، افضل فريق النادي الاهلي. لكن لما نتكلم على فريق الدوري او منتخب الدوري او افضل 11 في الدوري المصري، هنقول 11 بسرعه وبعدين هنتكلم عن اهم او افضل لاعب في الدوري الى الان. محمد صبحي حارس فاركو، خط دفاع الحقيقه ما بين النادي الاهلي وما بين البنك الاهلي، اسامه ابراهيم، احمد ياسين، ايمن اشرف، وعلي معلول، الارتكاز اليو ديانج ديفندر النادي الاهلي، وجنبه وليد الكارتي لاعب خط وسط او رقم 8 في نادي بيراميدز، طبعا وينج رايت زيزو اللي ما خرجش من فريق الجوله في ولا اسبوع، وينج ليفت ابراهيم عادل، واي ام او بلاي ميكر محمد هلال، ومهاجم بيرسي تاو، الاحتياطي محمد عبد المنصف حراسه المرمى، جوزيف نجويم باك ليفت، غنام محمد وسط ملعب، محمد مجدي قفشه في مركز 10، وعمر السعيد في مركز المهاجم. دول افضل 11 في الدوري سريعا. اتفضل. اهم اثنين لاعبين في الدوري المصري حاليا والافضل الحقيقه ابراهيم عادل ومحمد هلال، يمكن احنا اختلفنا مين فيهم افضل، في النهايه هنطرح السؤال ده لحضرتك والناس اللي بتتفرج علينا. ابراهيم لعب مباريات اقل، لعب دقائق اقل 278 دقيقه، هلال عامل 410 دقيقه، ابراهيم مسجل 3 هلال 4، اهداف المتوقعه الاثنين زي قريبين من بعض جدا، ابراهيم 5 من 12 محاوله على المرمى، هلال 6 من 10، صناعه الفرص 2 زي بعض، دقه العرضيات زي بعض، دقه التمريرات تفوق طفيف ابراهيم، المراوغات قريبين من بعض جدا، فبالتالي هم افضل لاعبين في الدوري المصري الى الان. الاقل تاثيرا في الدوري المصري حتى الان بعد مرور 6 جولات، الهاني سليمان في حراسه المرمى، احمد فتحي باك رايت، باهر المحمدي ورامي صبري 2 سنتر باكس، شريد قناوي لاعب مصري الباك ليفت، في وسط ملعب نور السيد وامام عاشور، شكري نجيب في مركز الوينج رايت، رمضان صبحي مركز الوينج ليفت، المهاجمين باسم مرسي ومحمد شريف، هنتكلم عن محمد شريف لوحده في اجاز، الاحتياطي محمد بسام، محمود علاء، فريد شوقي، محمد ابراهيم، فادي فريد. دول الاقل تاثيرا. الاقل تاثيرا، هم لعيبه كبار جدا كان منتظر منهم كتير الحقيقه، ولكنهم الى الان في 6 جولات ما قدموش المردود المنتظر منهم او تاثير ايجابي على فريقهم بقدر وحجم نجوميتهم. محمد شريف طبيعي المكان ده؟ لا مش طبيعي. ما بقول لك في حاجات بالارقام وفي حاجات بالنظر. رمضان طبيعي؟ لا، بس هم الاليه بتاعتهم ايه؟ هو بيقول لك المتوقع منهم ما قدموهوش، ده الاليه بتاعتهم. لكن انا بالنسبه لي مش هي دي الاليه. طيب اخيرا بقى، لان خلاص وقتي خلص، اخيرا اخر حاجه معانا، باسم مرسي اكتر مهاجم لعب في الدوري 6 مباريات، هو الاول على ترتيب المهاجمين في الدوري المصري، اكتر واحد اخذ دقائق 547 دقيقه، مسجلش ولا هدف، صفر، عنده اهداف متوقعه 3.7 من 10، ده يخليه رابع اكتر مهاجم في الدوري جاله فرص لتسجيل اهداف، محاولاته على المرمى 16، هو تاني اكتر مهاجم بعد كريستوف مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، راح 16 مره للجول ولكنه ما سجلش اهداف، منهم 3 اون تارجت، دقه محاولاته 19%، يعني 3 من 16 19%، وده للاسف يخلي لاعب بحجم باسم هو الاخير في دقه المهاجمين. اخر حاجه دقه مراوغاته 50%، ده يخليه رقم 14 من 15، ودقه تمريره 67%، ده يخليه رقم 12 من 15 مهاجم بيلعبوا بشكل اساسي في الدوري المصري، فباسم محتاج انه يبص لنفسه كويس ويراجع نفسه شويه. شرفتنا يا نجيب. اشكرك يا ماني. اشكرك. فضل بشكرك. الارقام ساعات بتزعل. الارقام بتزعل. اكيد اكيد كلام.